هلا حبايبي، شلونكم؟ اليوم سويت لكم احلى بقلاوه الطريقه الصحيحه وبنفس الوقت طيبه. تعالوا نذوقها. بصراحه تعبت على ما سويتها، تستاهلون انتو حبايبي. راح اقص قطعه اذوقها. شوفوا تخبل، ما اقول لكم باع 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 باع. شوفوا شوفوا حبايبي، شوفوا يا باع الريحه، قرمش وطعم والف عافية حبايبي. حبايبي راح نجيب كوبين سكر وكوبين مي، راح اسوي الشيرة. اذا تحبون تسووها فخينة، كوبين شكر وكوب مي. راح اخليها تغلي تقريبا ربع ساعة. راح اروح نسوي العجينة. عندي هنا 4 كوب طحين، نص خاشوقة مال اكل ملح، وخاشوقة سمنة، وخاشوقتين مال اكل شيرة سويتها. هنا عندي 2 كوب مي. راح اعجن العجينه شويه زين بهذا الشكل. هنا العجينه صارت عندي جاهزه حبايبي، شوفوا بهاي الطريقه. راح اخليها على الميز وراح امد العجينه بهذا الشكل. شوفوا، اجيب قطاعه واقطع العجينه قطع صغار، احسب حسابي 9 فوق و9 جوا. راح ادعب العجينة بهذا الشكل، خليها بالماعون حبايبي. راح انزل المقادير والمكونات بصندوق الوصف على اليوتيوب. اتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. راح اجيب شرشف واغطي العجينة لمدة ربع ساعة ترتاح العجينة. هنا أنا بعد ما ارتاحت العجينة اجيب نشا خلي شوية نشا فوق وجوا بهاي الطريقة. أجيب شوبك وأفتحها دوائر صغار. عجينة سويتها كلها راح أفتحها بهذا الشكل. أحسن ما نشتري عجينة جاهز من برا، إحنا نسوي العجينة حبايبي. شوفوا بهاي الطريقة. هنا أنا صارت عندي جاهزة العجينة 9 بـ9 سويت. راح أخليها بالماعون وأجيب شرشف وأغطيها لمدة نص ساعة عدل ترتاح العجينة حبايبي. هنا أنا بعد ما ارتاحت العجينة نص ساعة راح أجيب نشا وأخلي جوا فوق نشا هم. شوفوا بهاي الطريقة. راح ابدي افتح العجينة، يعني اذا ما تقدرون تفتحون العجينة 3-3 يعني فتحوها واحدة واحدة عادي، ماكو اي مشكلة. شوفوا بهاي الطريقة العجينة صارت عندي مثل الورقة. شوفوا بهذا الشكل. اخلي خاشوقة سمنة حبايبي، اذا ما تحبون السمنه الحيواني خلوا نباتي او زبده، هاي حسب الرغبه. راح اخلي العجينه بهذا الشكل. احسن ما نشتري بقلاوه من برا، البقلاوه احنا نسويها مراد لها اي شيء. ترى مثل ما قلت لكم سووا العجينه بالبيت. راح اخلي 9 طبقات جوا و9 فوق حبايبي. شوفوا بهاي الطريقه. اجيب قطاعه وأشيل الأطراف بهذا الشكل، أخلي إيدي على الصينية وراح أدوس الحوافي بهذا الشكل. شوفوا حبايبي، عندي هنا فستق حلبي أطحنا بهذا الشكل. شوفوا حبايبي، راح أخلي فستق هواية يعني حبايبي. إذا تحبون تخلون قليل بكيفكم. هنا خليت سكر باودر على الوجه. راح اجيب العجينة بهذا الشكل. اجيب قطعة واشيل الاطراف، واكيد الاطراف ما راح نذبها، يعني راح نخليها بالصينية حبايبي. شوفوا بهاي الطريقة. اجيب سكينة واقطع البقلاوة. انا مذوب بالطاوة
كوب ونص سمنة راح أقطعها مربعات بهذا الشكل. أتمنى تجربون الطريقة بصراحة، يعني الطريقة كلش طيبة ويعني ما راد لها أي شيء. خليت سمنة، شوفوا راح أخليها بالفرن لمدة 20 دقيقة، درجة حرارة تكون 180 جوا وفوق. حبايبي هنا صارت عندي البقلاوة جاهزة، ولازم تكون الشيرة حارة. راح أخلي الشيرة بهذا الشكل، شوفوا راح أفرغ الشيرة، وبعدين بس تبرد تقدرون تخلون فوقها، ماكو أي مشكلة. هنا زينتها بالفستق الحلبي وطلع عندي بشكل نهائي.